مرحبا بكم اعزائي الطلبه في حلقه جديده من دوره تعلم اللغه الانجليزيه للصف الثالث متوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم يونت 2 راوند اب، اليونت الثاني الدرس المخصص للمراجعه. احنا تعودنا بالمراحل السابقه وبالوحده السابقه تحديدا انه الدرس التاسع من كل يونت، الدرس اللي بعد الدرس الثامن، يعتبر راوند اب. راوند اب مراجعه للمواضيع اللي اخذناها خلال هذا اليونت ببعض التمارين المهمه اللي راح تفيدني بالامتحان الوزاري. بالبداية ايش يقول لي؟ يقول لي in this unit، في هذه الوحدة او في هذا اليونت، you have practiced، لقد تدربت على هذه المواضيع اللي اخذتهم خلال الوحدة الثانية. اولا talking about things you like and dislike، التحدث عن الاشياء التي تحبها ولا تحبها. وضحنا سابقا انه اذا اتحدث عن الاشياء اللي احبها اقول I love او I like او I enjoy. within I love وال I like وال I enjoy يأتي بعدها إما اسم أو فعل يحمل ing، فI love swimming، أنا أحب السباحة، أجي وراها فعل يحمل ing. I enjoy new food، أنا أستمتع بالطعام الجديد، شفنا أنا أجي وراها اسم. I like camping، أنا أحب التخييم، وهكذا. هاي التحدث عن الأشياء التي نحبها. التحدث عن الأشياء التي لا نحبها أقول أما I don't like أو I hate، وهم أنا أما يجي وراها اسم أو فعل يحمل ing. هذا شرحناه بشكل مفصل بالدرس الأول من اليونت الثاني. الفقرة الأخرى أو الموضوع الآخر اللي أخذناه expressing preferences، التحدث عن التفضيل. أنا إذا أريد أفضل أكلة معينة، شيء معين، مكان معين، شلون أعبر عنها؟ أما أقول I'd like أو I'd love، لأن يجي وراها to زاد الفعل مجرد. أو أقول I'd rather، I'd rather يأتي بعدها فعل مجرد مباشرة. وبنطيه بعد suggestions، الاقتراحات، باستخدام الـ would you like، باستخدام الـ how about، باستخدام الـ less، باستخدام الـ why not، إلى آخره. كذلك شرحناها بشكل مفصل بالدرس الثاني من اليونت الثاني. present simple، المضارع البسيط، شرحناها بشكل مفصل جداً موضوع الـ present simple، المضارع البسيط، والـ past simple، الماضي البسيط. ووضحنا استخدام الـ be مع هاتين الزمنين، مع هذين الزمنين. اللي بعدها talking about the films، أو التحدث عن الأفلام. أخذنا فيلم The Greatest Showman، أفضل رجل عروض أو صاحب السيرك، وأخذنا الفكرة مالته، وبالأخير عرفنا شلون نكتب إنشاء عن فيلم معين إلى آخره. بالأخير والأخير النقطة الأخيرة يقول لي باقي الأنشطة اللي أخذتهم أنشطة صفية غير مهمة بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي. إذن بالبداية ماكو شيء لحد الآن مهم اللي ممكن يجي بالامتحان، مجرد يريد يراجع المواضيع السابقة اللي أخذناها خلال اليونت الثاني. بكتاب النشاط تمرين رقم 1 يقول لي listen to Sarah talking about her weekend، استمع إلى سارة تتحدث عن عطلتها، عطلة نهاية الأسبوع. complete the table، وأكمل الجدول. طبعاً كالعادة listen يعني استمع، يعني الأستاذ راح يعني مقطع صوتي بداخل الصف، تستمع لهذا المقطع الصوتي. هذا المقطع الصوتي سارة تتحدث عن عطلة نهاية الأسبوع اللي خاصة بها، أما يشغل المقطع الصوتي أو من الممكن أنه هو الأستاذ يقرأ المقطع النصي عليكم، ومن ثم يسألكم هذه الأسئلة أو يطلب من عندكم تكملون هذا الجدول على أساس المقطع الصوتي اللي سمعته. فراح نجي نوضح المقطع الصوتي ونجاوب على الأسئلة المتعلقة به. قال 1 الفتاة الأولى تتحدث، شو تقول؟ تقول What did you do last weekend Sarah؟ ما الذي فعلتي في آخر نهاية أسبوع أو عطلة نهاية الأسبوع؟ سارة جاوبها Well حسنا On Thursday morning، في صباح يوم الخميس. ركز وياي، شوفوا سارة شلون راح تقسم الأيام مال عطلة نهاية الأسبوع. On Thursday morning، في صباح يوم الخميس، I went to the mall، ذهبت إلى المجمع. I met my friends، التقيت بأصدقائي. We went shopping، ذهبنا إلى التسوق. And then had some lunch، ثم حظينا ببعض الغداء. In a fast food place، في مكان للمأكولات السريعة. In the afternoon، وفي المساء. We went to the park، ذهبنا للمتنزه. We sat and talked، جلسنا وتحدثنا. And then went for a walk، ومن ثم ذهبنا نتمشى. شوفوا طلاب، نانا اللي يقسم لي أو صارت تقسم لي اللي سوته خلال عطلة نهاية الأسبوع. فهو بالجدول يقول لك يوم الخميس بالمورنينج بالصباح وين راحت؟ أنت تقول له راحت للمول للمجمع. شنو اللي سوته بالمجمع؟ meet friends، التقت بأصدقائها. shopping، ذهبت للتسوق. قال لي زين بالأفترنون، بالمساء، بيوم الخميس بعدنا. قلت له ذهبت الى البارك المتنزه. سوت talked and walked، تحدثت ويا اصدقائها.
وتمشت إلى آخره. هسه يقول لي تعال شوف لي بيوم الخميس بالليل ايش سوت؟ نجي نكمل. قالت لها what about the evening؟ ماذا عن المساء أو الليل؟ Did you go anywhere؟ قالت لها هل ذهبتي في الليل لأي مكان في ليل الخميس؟ فجاوب سارة No, I stayed at home and read a book. بقت في البيت وسوت قرأت كتاب. إذا الخميس المكان مالتها وين قضته؟ بالهوم بالبيت. إيش سوت بالبيت؟ read a book قرأت كتاب. هسه خلصنا شنو؟ الخميس. قال لي زين شوف لي اياها بالجمعة وين راحت لأي مكان وشنو اللي سوته؟ هسه نرجع نكمل المحادثة. الفتاة سألها was it any good؟ هل كان هذا الشيء جيد؟ هذا اللي سويتيه انه بقيت بالبيت وقرأت كتاب كان شيء جيد؟ قالت له it was okay كان لا بأس به. I liked the main character but the ending was terrible. شوف هنا طلاب هنا أنا وضحت لها قالت أنا قرأت كتاب الكتاب an adventure story actually الكتاب اللي قرأته هي عبارة عن قصة adventure قصة مغامرة. فقالت لها هذا القصة حلوة جيدة. قلت لها أنا حلوة هي ما فيها شيء لكن لم تعجبني النهاية لأنها كانت فظيعة. Why didn't you like it؟ ليش ما حبيتيها؟ Well nothing happened. قلت لها ما صار شيء. It just ended فقط انتهت القصة بدون أي نهاية يعني ما بيها شيء مثير. اللي بعدها تسألها What about Friday؟ قلت لها زين الجمعة ايش سويتي؟ هم أنا ايش قالت لها؟ قالت لها I stayed at home بقيت في البيت in the morning في الصباح. إذا في الصباح نرجع نحاول نجاوب الصباح هذا الصباح يوم الجمعة سوت بقت في البيت ايش سوت؟ خلينا نجي نشوف نكمل المحادثة. I stayed at home in the morning I had some homework to do وكان لدي بعض الواجب البيتي لكي أنهيه. إذا سوت واجب البيت الـ homework وراها then I visited my aunt and uncle ثم قمت بزيارة عمتي وعمي and the afternoon وفي المساء they have a swimming pool لديهم حوض سباحة so we went to swimming لذا ذهبنا في السباحة it was nice أو it was nice كان شيء لطيف. إذا بالمساء ذهبت إلى عمها وعمتها للسباحة لقضاء بعض الوقت في السباحة. بالأخير oh where do they live أين يسكنون they have a house near the mountains قلت لها لديهم بيت بالقرب من الجبل بال mountains and the evening وفي المساء we had a barbecue it was great. الباربيكيو هي المشاوي حضينا بليلة من المشاوي. إذن بالليل بالهم بقت يم عمها وعمتها وحضوا بالباربيكيو بالمشاوي. هذا ما يخص من الرقم واحد. هذا مجرد نشاط صبي غير مهم الامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. مجرد الأستاذ يعني مقطع صوتي داخل الصف تستمع بتركيز لهذا المقطع الصوتي ومن ثم تكمل هذا الجدول. بعض الرسائل ينطوك واجب بيتي بكل الأحوال وغير مهم الامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. ننتقل إلى تمرين رقم 2. أنا شو بسجل لك عليه؟ تمرين رقم 2 وتمرين رقم 3. وزاري مهم جدا وزاري مهم جدا. بالدرس السابق أخذنا تمرين وزاري مهم جدا اللي هو تمرين التعاريف. وهذا الدرس ذن التمرينين من أهم تمارين اليونت الثاني. يعني تقريبا التمرين اللي أخذناه بالدرس السابق وذن التمرينين أهم ثلاث تمارين إسقاطات ومفردات باليونت الثاني كله. ركزوا لي جدا عليها. تمرين رقم 2 يقول complete the phrases with the verbs in the box. أكمل العبارات باستخدام أفعال من الصندوق. طلاب احنا شو اتفقنا باليونت الاول؟ قلت لكم انه بكل يونت راح ينطيني مجموعه من الكلمات ومجموعه من الكلمات الاخرى، هسه افعال باسماء، اسماء باسماء، اسماء بصفات الى اخره. بكيف ابو الوزاري؟ ينطيني كلمات وكلمات مناسبه لها. انت شغلتك توصل الكلمه بالكلمه المناسبه لها. كل يونت عندي مجموعه، باليونت الاول اذا تتذكروها الايرباج، السويمنج بول، الكار بارك الى اخره. هذني مجموعه وهذني مجموعه اليونت الثاني. بنهاية السنة يجيب لك من كل يونت بالنقطة أو نقطتين، فأنت لازم توصل الكلمة بالنهاية المناسبة لها عليها خمس درجات جدا مهمة. هسا بورو، شنو معنى بورو؟ بورو معناها يستعير، حفظ كلمات لأن هي راح تفيدنا. جو أكيد معناها يذهب، أكيدكم تعرفوها. هاف معناها يحظى. بلاي يلعب. سبند يقضي مثلا سبند ذا مورنينج يقضي النهار، سبند سم تايم يقضي بعض الوقت إلى آخره. watch يشاهد watch TV على سبيل المثال write يكتب. هسه ذني شنو ذني؟ ذني verbs افعال. وصل الافعال بالنهايات المناسبه الها. هسه مثلا to the cinema الى السينما شنو الفيلم المناسب لها؟ اكيد go to the cinema نذهب الى السينما او يذهب الى السينما. picnic picnic معناها نزهه. have picnic يحظى بنزهه. ثالثا book كتاب.
هسه واحد شي يقول لي؟ يقول استاذ انا اقول رايت يكتب. كلمه رايت بتناسب كلمه بوك، تناسب كلمه بوك اذا انت كنت كاتب او اذا كنت مؤلف، مثلا تقول رايت بوك او هي رايت بوك، يكتب كتاب. لكن انت ما راح تستخدم هذا الفعل مع البوك. ليش؟ لان عندي فعل اكثر ملائمه من عندي اللي هو البورو، فاقول له بورو ابوك يستعير كتاب. اللي بعدها شوف هنا لتر، لتر رساله، شو نسوي؟ رايت لتر، نكتب رساله. لنفترض ان انت خليت رايت هنا، هنا بعد ما راح تلقى لها فعل مناسب لها. ما يصير تقول مثلا بورو لتر يستعير رساله، التمرين راح يكون حله خاطئ. اللي بعدها ذا مورنينج الصباح، نقضي الصباح، فاقول spend the morning يقضي الصباح. اللي بعدها تيفي، اكيد التيفي التلفاز يناسبها، watch TV يشاهد التلفاز. والاخيره game لعبه، play a game يلعب لعبه. هذا ما يخص التمرين رقم واحد. هذا التمرين تمرين وتوصيل مهم جدا 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 بامتحان الشهر الثاني وامتحان نصف السنه وكذلك الامتحان الوزاري. التمرين رقم ثلاثه هم انا شو يقول لي؟ write the words that match the definitions، طابق الكلمات او اكتب الكلمات التي تطابق التعاريف. شو اتفقنا بالدروس السابقه؟ قلت لكم سؤال الاسقاطات كلش يعتمد على ضمن المواضيع اللي متعلقه بالتعاريف. يعني اغلب الامثله الوزاريه للسنوات السابقه يجيب لي تعريف كامل ويقول لي هذا التعريف يناسب يا كلمه من الكلمات اللي انا منطق اياها يعني على التمرين، فانت اسقط الكلمه امام التعريف المناسب لها. يعني هذا التمرين يجينا على شكل اسقاطات. لكن ركزوا يا طلاب على هاي الملاحظه لان مهمه جدا واغلب الطلاب يتعاجزون من عليها. شوفوا طلاب، من الممكن انه هذا التمرين بيجي فيها اسقاطات، بيجيني مثل ما هو. يعني يقول لك انا منطق تعريف، انت تكتب لي الكلمه المناسبه لهذا التعريف، ما انطيك اسقاطات، انت حير نفسك وانطيني الكلمه المناسبه لهذا التعريف. فهنا لازم الكلمات اللي راح نكتبهن تحفظوهن على شكل املاء، لازم تتعب نفسك اكثر. بالاسقاطات الموضوع بسيط جدا، مجرد احفظ معاني، لكن اذا جاب لك اياها بهذه الطريقه فانت لازم تحفظ املاء الكلمات. يعني مثلا اسكاري بوك فيلم اور بلاي، بلاي هنا تجي معنا مسرحيه، فيلم كتاب، مسرحيه او فيلم او كتاب مرعب، شو نسمي؟ اخذناها بانواع الافلام، من انواع الافلام المخيفه شو نسمي؟ نسميها هرر، هرر معناها هرر. اللي بعدها your opinion and thoughts about book or play، رايك عن فيلم مسرحيه، انت رايك عن الفيلم عن الكتاب عن المسرحيه، عن انطيت راي عن هذا الكتاب او انطيت راي عن هذا الفيلم، هذا الراي شو نسميه؟ نسميه تقييم او مراجعه. شنو هي ريفيو؟ كلمه ريفيو، ريفيو مراجعه او تقييم. انا لما انطي راي الفيلم معناها دا انطي تقييمي لهذا الفيلم. اللي بعدها activities like running, jumping, swimming، هذني swimming السباحة، jumping القفز، running الركض، football كرة القدم، كلها شو نسميها؟ أكيد نسميها sports أو sport رياضة. الرياضة تشمل كل هذه الكلمات اللي هي القفز، السباحة إلى آخره. always having silly accident، من يتذكر كلمة silly؟ أخذناها قطعة لوسي. silly معناها سخيف، الشخص اللي يسوي شغلات سخيفة شو نسمي؟ سميناه clumsy. شنو كلامسي؟ معناها طائش. اللي اذا تذكرون اخو سماره هو طائش، كلامسي، and always having silly accidents، ودائما يسوي شغلات سخيفه. هسه ركزوا يا طلاب، خاف ما فهمتوا قبل شويه، انا ايش قلت لك؟ قلت لك من الممكن يجينا على شكل، على شكل شنو؟ على شكل اسقاطات. يعطيني ذن الكلمات باعلى التمرين ويقول لك سقط الكلمه ما تعرف مناسبه لها. بنسبه 90% هيك يجي بالامتحان الوزاري. بنسبه 10% من الممكن يجيب لك سؤال املاء يعطيك التعريف ويقول لك انت اكتب لي الكلمه المناسبه لهذا التعريف، فانت لازم تحفظ املاء هذه الكلمات. ليش؟ لان مو مجرد كتابك بالاسئله، فانت لازم تكتب املاءها بشكل صحيح. هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم، لاحظنا ان الدرس بسيط جدا وبتمرين المهمات، تمرين توصيل وتمرين اسقاطات. باقي الانشطه انشطه صفيه غير مهمه، الامتحان التحريري او الامتحان الشفوي. حاولوا تسجلون هذه الحلول بكتاب النشاط وبالدفتر وتحفظوها لانها مهمه جدا بامتحان الشهر الثاني وامتحان نصف السنه والامتحان الوزاري. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو، اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تواصلوني على حسابات الموجوده اسفل الفيديو في الوصف.